تدريب العناصر الوطنية وسد النقص في العناصر الطبية المساعدة في مختلف المراكز الصحية العاملة بمناطق وادي الآجال كان هدفاً لافتتاح المعهد الصحي المتوسط بأباري. تم اليوم بعون الله بحضور إدارة المستشفى وعميد بلدية وأولياء الأمور اللي هم مشاركين في برنامج الاحتفالية البسيطة هذه من أجل افتتاح المؤسسة التعليمية في منطقة أباري، والمؤسسة هذه الغاية والغرض منها اللي هي تلييب قطاع الصحة بالعنصر التمريضي على مستوى ليبيا ومن بينها بلدية أباري. 105 طلاب جاءوا لإجراء امتحان الالتحاق بمقاعد الدراسة، لكن العملية أفضت إلى اختيار 40 طالبا فقط. القدرة الاستيعابية للمعهد حاليا حنفتتح التمريض العام فقط مبدئيا، فيما بعد حنشتغل حسب حاجة المرافق الصحية للكوادر التي تحتاجها. مشكلة نقص الكوادر الطبية والفنية في المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الجنوبية تفاقمت وأثرت سلبا على صحة المرضى وسلامة المراجعين، أمر يتطلب إنشاء مثل هذه المعاهد لتلبية الطلب المتزايد.